هذا البرنامج برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامس. أسعد الله أوقاتكم متابعي برنامج عليكم العافية، صياما مباركا إن شاء الله. ساعات تفصلنا عن رمضان تختلف فيه إيقاع الحياة اليومية، ويكون لهذا الإيقاع وقع كبير على الأمراض المزمنة. كيف نجهز أو تحضير المريض، مريض السكري والقلب وأيضا الحامل لصيام رمضان؟ عنوان حلقتنا لهذا اليوم. نستضيف فيها الدكتور شادي للحديث أكثر عن هذه النقاط. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيك. طبعا فرصة سعيدة نحن أنه نلتقى معك في هذا البرنامج لنتعرف عليك أكثر، والمشاهدين أيضا يأخذوا بعض النصائح منك في رمضان. أريد منك في دقيقة الدكتور محمد شادي الراجح. أول شيء كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، وطاقم قناتك ألف خير، وأمتنا الإسلامية إن شاء الله بألف خير، وبلغ الله رمضان وجعله يعني شهر النصر والفرج بإذن الله. دكتور محمد شادي الراجح، من درست وتخرجت في جامعة هلا في عام 2012، وبعدها مارست طب العام، والآن أنا في تركيا إن شاء الله، ونسعى إكمال الاختصاص هنا في تركيا بإذن الله. دكتور أنا عندي كل شيء حمصي إلا الكرش حلبة فلذلك هاي الحلقة يعني حلقتي هيك بدي آخذ كثير مع حمد الدكتور. دكتور مريض السكري يتطلب بعض التحضيرات على ما أعتقد لرمضان، إذا كان عنده نية لصيام رمضان. بالضبط دكتور، لو خلينا ناخذ هيك تفاصيل اكثر، كيف حضر مريض السكري؟ النمط الاول، النمط الثاني مثلا، والانواع الاخرى؟ تفضل. بشكل عام اولا الامراض المزمنه كل مريض يعتبر حالي خاصه، يعني ما بنحسن نحن نعطي اول شيء نصائح عامه لكل المرضى، لذلك بنأكد على انه اي مريض يعني يعاني من مرض مزمن يجب ان يراجع الطبيب بشكل عام. ولكن اذا اردنا نتحدث عن يعني مريض سكري بشكل عام، ممكن ان نفصل بتحضير مريض سكري. يعني عندنا نمطين مرض سكري، النمط الاول والنمط الثاني، يعني المعتمد على الانسولين والنمط غير المعتمد على الانسولين. تمام. اذا اردنا يعني نعطي بعض النصائح مثلا لمريض السكري النمط الاول، اول شيء اولا يعني يجب ان يكون هناك المرضى بحاله مستقره قبل رمضان، يعني يجب ان يكون المريض بحاله مستقره قبل رمضان حتى يتمكن من الصيام في رمضان. ثانيا يعني يكونوا المرضى يعني يعتمدوا على الانسولين او المرضى النمط الاول. او بشكل عام المرضى المزمنين بشكل عام يعني يعتبر كل مريض حالي خاصه، ما فينا نعطي مثلا قواعد عامه لكل المرضى يتبعوا، لذلك نؤكد على انه اي مريض بمرض مزمن وخاصه السكري وغيره يجب ان يراجع الطبيب قبل ان يتخذ اي قرار بخصوص الصيام وغيره. هلا بالنسبه لمرض السكري، اذا اردنا ان نعطي بعض النصائح لمرض السكري، لدينا نمطين من مرض السكري، النمط الاول والنمط الثاني، المعتمد على الانسولين وغير المعتمد على الانسولين. إذا أردنا أن نعطي نصائح لتحضير مريض السكري من النمط الأول، تمام. أولاً يجب أن يكون المريض بحالة مستقرة قبل رمضان حتى تمام. يتمكن يعني من الصيام خلال شهر رمضان. ثانياً يجب بما أنه هذا المريض يعني يعالج نفسه بالإنسولين، يجب تمام. أن يكونوا قادرين على التحكم بمستويات السكر لديهم، تمام. وإبقائها ضمن المستويات الطبيعية في لديهم في الدم يعني. تمام. ثالث شيء لازم يعني ضروري جدا يراجع الطبيب المختص. الطبيب المختص هو يعني بالنسبه لجرعه الانسولين تمام. نحن نحكي يعني يجب استشاره الطبيب المختص يعني للاستشاره عن الجرعات التي سيحتاجها هناك المرضى في رمضان. الطبيب المختص هون راح يحدد نوع الانسولين المطلوب، راح يحدد عدد الجرعات المطلوبه، وراح يحدد توقيتها بنفس الوقت من تمام. بين الافطار لوقت السحور. تمام. طبعا هذا الحكي يعني ممكن يصير دكتور تغيير في الاوقات والجرعات. طبعا اكيد رح يصير تغيير. تماما. اكيد رح يصير تغيير بسبب انه في عندنا فتره صيام طويله جدا تماما. فاكيد الطبيب رح يغير من نوع الانسولين، ممكن يعطيه نوع انسولين مديد، ممكن تماما. متوسط، حسب يعني حسب الحاجه. قلت لك كل مريض حاله خاصه، ما بس نعطي نصائح. مش بالنسبه للمرضى الموضوعين ايضا على مضخه الانسولين، ايضا يتم يجب استشاره الطبيب المختص من اجل ضبط المضخه للمحافظه على مستويات السكر، لان تكون ضمن الطبيعي يعني. هون في ملاحظه هامه هون بالنسبه لمضاعفات مرض السكر النمط الاول، وخصوصا اللي بيصير مثلا معنا مثلا المضاعفات مثل انخفاض السكر او ارتفاع السكر والحماض الكيتوني، وفي ملاحظه جدا يجب انه يكونوا ما بيعانوا من هاي المضاعفات عموما. وهون واذا الصائم مثلا مريض السكر النمط الاول اذا سمح له بالصيام يعني لاحقا، سمح له الطبيب المختص، وشعر بأي عرض من أعراض انخفاض سكر الدم خصوصا، يعني هو طبعا المريض السكر بيعرف أعراض سكر الدم مثل الدوار مثلا، التعب، التعرق، شوية خفقان، هو يعني المريض بيعرفها أعراضه الخاصة فيه، هون لازم يفطر مباشرة دون انتظار وقت الإفطار. تماما. بالضبط. وبشكل عام يجب أن يتوفر يعني لدى مريض السكر النمط الأول دائم بشكل دائم جهاز لقياس سكر الدم لمراقبة سكر الدم أثناء فترة الصيام، خصوصا تماما. لأنه فترة طويلة جدا ولازم يراقب مستوى السكر عنده في الدم. تماما. إذا انتقلنا لمثلث نمط ثاني من السكر، النمط الثاني بيتميز أنه علاجه بيختلف عن علاج النمط الأول، يعني بينتقل من بيبدأ بيتدرج من الحمية فقط إلى الأدوية. تمام. فإذا كان المريض مثلا لا يتناول أي أدوية ويعتمد فقط على الحمية الغذائية، فهو الصيام إذا التزم بالحمية الغذائية طبعا وما يعني ما بالغ في الطعام في خصوصا في شهر رمضان، فالصوم بيكون مفيد له بشكل عام. يعني الصوم يؤدي إلى انخفاض الوزن، وغالبا من أسباب النمط الثاني من السكري زيادة الوزن، فهو تمام. هون الصيام بيكون مفيد له. تمام.
بالنسبة لمرضى الحمية أيضا أو المرضى الذين يتناولون الأدوية المنظمة للسكر وليس الخافضة للسكر أيضا تكون يعني يكون إذا استمروا بالحمية المنظمة بشكل منظم تكون يكون الصوم مفيدا جدا لهم طبعا بشكل عام. هلا بالنسبة للمرحلة الثالثة في ضبط السكر يعني إحنا عم نتدرج في معالجة السكر النمط الثاني في المرحلة الثالثة اللي المرضى اللي بيتناولوا الأدوية الخافضة للسكر في هالحالة يعني هون لازم استشارة الطبيب طبعا يسمح لهم بالصيام ولكن بعد استشارة الطبيب الطبيب هون بنفس لو مثل مرضى السكر النوع الأول كمان ممكن يغير أوقات أوقات الأدوية وجرعاتها في احيان في بعض الاحيان. هلا في مرضى عنيد الخطوره مثلا في عندنا امراض الذي امراض الكلويه الامراض تمام. القلبيه او المريض القدم السكري اللي عم يتناول امراض ادويه السكري هون بهالحاله دول امراض عنيد الخطوره هون بشكل يعني ممكن نقول انه الصيام بشكل عليهم خطر تمام. فلذلك غالبا لا ينصحوا بالصوم بشكل عام. اذا يعني هون لازم استشاره الطبيب المختص. بالنسبه للحميه لمرض السكر او قبل ما نقولها بالنسبه للحميه لمرض السكر طبعا الحميه لمرض السكر بشكل خاص ومريض واي انسان بشكل عام هون مرض السكر لازم يجب الابتعاد عن الاغذيه الغنيه بالسكريات مثل الحلويات. قبل الانتقال الى انواع الاغذيه لمريض السكري كما قد تفضلت حضرتك الان انه مريض السكري في النمط الاول عليه مراجعه الطبيب اذا كانت حالته مستقره يمكنه الصيام طبعا بالضبط. بعد اخذ راي الطبيب اذا كان عم بيعاني من اي حموض كيتوني او انخفاض سكر بالضبط. هنا يجب عليه الابتعاد عن الصيام. يجب توفير جهاز سكر ومراقبة السكر لمراقبة السكر بشكل دائم. النمط الثاني كأنك قسمت اليوم لمن يتبع الحمية فقط بالضبط. هذا يمكن أن يكون له صيام مفيد حتى إذا التزم بالحمية وما بالغ في الطعام تماما. النمط أو النمط الثاني النوع الثاني من المرضى اللي قلت لي عما يتناول أدوية فقط منظم السكر. أيضا يعتبر الصيام بالنسبة لهم جيد. النمط الثاني النوع الثالث من المرضى هون اللي عما يأخذ أدوية خافضة السكر بالزبط. ممكن الدكتور يعدل لهم الجرعات ويعدل لهم حتى أوقات تناول طبعا. الدواء. طيب الآن بالنسبة لتغذية مريض السكري دكتور تفضل شو اللي لازم مريض السكري يجهز نفسه بشكل عام؟ هلا طبعا مريض السكري له حمية خاصة بشكل عام طبعا هي بتكون يعني مأخوذة عن طريق طبيب أو المختص يعني طبعا. كمان لكل مريض حميته الخاصة ما بنحس نحدد مثلا كميات لكل المرضى لكل يعني مريض. ولكن بشكل عام يجب أنه الابتعاد عن الحلويات يعني طبعا بتعرف أنت في رمضان تكسر الحلويات يجب الابتعاد عن الحلويات وأكد على أنه الابتعاد على العصائر الجاهزة المحلى هي العصائر فيها سكريات عالية جدا يعني طبعا. الابتعاد بشكل كامل وهي يعني اذا التزم بهالامور هي ان شاء الله بيكون يعني الصيام له ميسر باذن الله. دكتور في حال شعر المريض في مثلا اعراض ما عرفها هل هي انخفاض سكر او ارتفاع سكر شو لازم يتصرف؟ ياخذ انسولين او سكر؟ بالنسبه هلا حسب ما حسب النمط لو بيعرف المريض نمط نمط سكر بشكل عام غالبا النمط الاول بيعاني غالبا من اعراض انخفاض سكر الدم هون بهالحاله هي لازم يفطر مباشره طبعا هون المرضى بمرض السكر الاول دائما بيكونوا بيحتفظوا ببعض السكريات لا. يعني معهم على طول لانه لا. بيعانوا من الامور فهون يعني لانه اعراض خطيره جدا هون يعني ما لازم ينتظر وقت الافطار ابدا حتى ولو كان باقي ساعه مثلا ما لازم ينتظر لازم يفطر مباشره او اذا حس حلو اعراض زياده سكر ما راح هون بالنسبه يعني في رمضان ما راح يصير عندنا اعراض زياده سكر لانه من الاساس ان المريض هو صائم فغالبا الخطر اللي راح يتعرض له هو انخفاض سكر الدم. انخفاض سكر الدم بهالحاله يجب عليه يجب عليه ان يفطر مباشره دون انتظار حتى ولو باقي على يعني الاذان نصف ساعه او ساعه لازم ما يستنى ابدا لازم يفطر مباشره يعني طبعا يراجع الطبيب بعد هالفتره لانه يعني ممكن يكون صار تغيرات ممكن يضطر يعني تغيير جرعات الانسولين تماما تماما. دكتور هل هناك اي توصيات لمريض السكري في رمضان قبل الانتقال الى القسم الثاني؟ بشكل عام اول شيء اهم شيء نحن بشكل عام ناكد على مريض السكري الالتزام بالحميه بشكل عام. طبعا رمضان هو شهر الخيرات ولكن يجب على المريض انه يعني هو لازم يلتزم بالحميه اكثر من غيره يعني نحن ناكد على الناس المعافى الانسان المعافى يلتزم بالحميه ولكن مريض السكري بشكل خاص لازم يبتعد عن الاغذيه الغنيه بالنشويات الغنيه يعني بالسكريات وخصوصا الحلويات وان يكفي يعني باقل القليل اقل من الشخص الطبيعي حتى او الابتعاد عنها بشكل افضل يعني يفضل تماما. حتى هنا كان بعض الاغذيه يعني بتقول انه هي ما فيها نشويات لكن هي بترفع السكر هاي عم توقعنا في مشاكل اكثر من غيرها. طيب دكتور بعد الفاصل نحكي عن مرضى القلب والحامل وكيفيه تحضيرهم لرمضان. اعزائي المشاهدين مريض السكري النمط الاول عليه مراجعه الطبيب قد يضطر الطبيب الى تغيير اوقات الجرعات واحيانا تغيير الجرعات بشكل كلي. النمط الثاني حسب اذا كان المريض يتبع فقط الحميه او كان يتناول ادويه خافضه السكر او يتناول الادويه المنظمه السكر. ايضا تحضيره لصيام رمضان يختلف. الدكتور شادي ينصح كل مريض سكري انه ياخذ القرار مع طبيبه الخاص في حال حصول اي مشكله اثناء الصيام الافطار بشكل فوري وعدم الانتظار للوقوع في اي مشاكل. بعد الفاصل ان شاء الله نتحدث عن تحضير مريض القلب تحضير الحامل لصيام رمضان. ابقوا معنا. ها
هذا البرنامج برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامس. متابعينا الأكارم، هذا البرنامج يأتيكم عبر قناة حلب اليوم برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز. قبل الفاصل تحدثنا عن تهيئة مريض السكر لرمضان، الآن نتحدث دكتور مريض القلب، كيف أنا بهيئه لصيام رمضان؟ طبعا مرضى القلب هم مرضى من ذوي الخطورة العالية، لذلك يعني يجب الانتباه أكثر من غيرهم بالنسبة للصيام. طبعا كما قلنا أن يجب أن يعني يتم اتخاذ قرار بالنسبة بالمشاركة مع الطبيب الأخصائي بشكل قاطع. أول شيء غالبا بالنسبة لمرضى القلب لا ينصح بالصيام للمرضى الذين يعانون من الذبحة أو الخناق الصدري غير المستقر، لا ينصح بالصيام أبدا. ايضا لا ينصح. دكتور ماذا تقصد الذبحه الغير المستقره؟ يعني الذبحه غير المستقره هي ذبحه حديثه، يعني تعرض لها المريض منذ فتره حديثه ويعني اعراضها يعني لسه ما لم يستقر المريض، يعني من فتره قريبه وحصلت في اذا تكررت مثلا اكثر من مره واسعف حدث يعني صار اسعافه للمستشفى، هي اعراض خناق غير مستقر، هذا لا ينصح بالصيام ابدا لانه ممكن يثار الخناق بسبب الصيام. ايضا لا ينصح بالصيام المرضى الذين يعني يعانون من القصور القلبي الحاد. المرضى الذين يعانون من قصور قلب حاد يتناولون مدرات وهم بحاجة دائمة للسوائل، لذلك أيضا لا ينصحوا بالصيام. شو الفكرة دكتور من الموضوع؟ المريض الذي يعني يعاني من قصور قلب حاد يتناول مدرات، والمدرات يعني تتعلق بتوازن السوائل، يعني هو بحاجة للسوائل، لذلك لا يستطيع لا نستطيع حرمانه من السوائل. وهو بحاجة مدرات. وبحاجة مدرات. تماما. أيضا لا يستطيع الصوم المريض الذي يعاني من جلطة حديثة. المريض الذي يعاني من جلطة حديثة إذا صام وامتنع عن السوائل هذا يؤدي ارتفاع لزوجة الدم. تماما. ونحن معالجته بالأساس تعتمد على تمييع الدم، لذلك أيضا لا ينصح بالصيام. تمام. بالنسبة للمرضى الذين لديهم أمراض قلبية يعني مستقرة مثلا ولكن قاموا بعمليات جراحية أخرى مثلا، أيضا لا ينصح بالصيام خلال 6 أسابيع الأولى للعملية الجراحية. تماما. بسبب أيضا كثرة الاختلاطات في هذه الفترة. بالنسبة مثلا أمراض الشرايين التاجية، أمراض الصمامات، أمراض ارتفاع الضغط، إذا كان المرض منضبط فيمكن لهؤلاء المرضى الصيام، ولكن طبعا بمراجعة الطبيب المختص، يعني تمام. يكون القرار قولا واحدا مأخوذ عن طريق الطبيب المختص. تماما. هي بالنسبة للأمراض القلبية بشكل عام. العرقسوس لمرضى القلب. العرق السوسي يعني يفضل الامتناع عنه في رمضان ابدا، لانه حتى ولو كان المرض مضبوط يمكن يؤدي الى نوبات من الارتفاع. تماما كثير بسرعه. دكتور هل لمريض القلب توصيات اخرى قبل الانتقال؟ بالنسبه فقط للحميه طبعا نؤكد على بالنسبه لمريض القلب الحميه، طبعا عدا عن الحميه بشكل عام وعدا عن انه توصيه المريض القلبي عدم الاكثار من الطعام، يعني ينصح بالابتعاد عن الاغذيه الغنيه بالدهون، طبعا هو عنده حميه بالاساس عن الملح يجب ايضا التاكيد عليها، ايضا يفضل تقسيم وجبه الفطور اذا امكن الى قسمين مثلا حتى لا يتم ارهاق القلب، يعني عندما تمتلئ المعده إرهاق القلب، فإذا أمكن أنه تقسيم وجبة الإفطار فهذا أفضل بالنسبة لمريض القلب. نعم نعم. طيب دكتور بالنسبة للمريضة عفوا وليست مريضة هي، بالنسبة للحامل. الحامل عموما بشكل عام اذا لم تكن تعاني من اي مشاكل، يعني كان الحمل سوي ولا لم تكن هناك مشاكل في الحمول السابقه لا يمكن لا يعني يمكن لها الصيام طبعا بمراجعه المختص، ولكن اذا كان لدينا حامل مثلا لديها مشاكل في النمو الطبيعي للجنين في الحمول السابقه هي الحامل لا تنصح بالصيام. اذا كانت الحامل تعاني مثلا من السكري او سكري الحملي، في هذه الحالة قرار الصيام يجب أن يتم بالمشاركة مع الطبيب المختص، يعني لا يمكن أن تتخذ قرار الصيام بنفسها. بالنسبة مثلا للحامل التي تتناول أدوية تخسر أو نعم. مثلا أو التي تعاني من نعم. أمراض قلبية، هي هون المريض ذو خطورة عالية أيضا تمام. أيضا يمكن أن يسبب المريض لها الصيام لها يمكن أن يسبب لها يعني احتشاءات، لأنه أيضا كمان ترتفع لزوجة الدم نعم. وهذا بيكون عامل خطورة عليها أيضا. الحامل التي تعاني مثلا من أعراض تسمم الحملي، تعاني من القيئات المستمرة، العائلة التي تعاني من ارتفاع الضغط أيضا لا يمكن لها الصيام بشكل عام. فقرار الحامل إذا كانت تعاني من أي مشكلة يجب أن يتم مشاركة مع الطبيب المختص. الحاملة بشكل عام ونؤكد على الحاملة إذا شعرت بأي إرهاق أو في بطء بحركات الجنين أيضا يجب أن تفطر وتراجع الطبيب مباشرة في هذه الحالة. تمام. إذا شعرت بأي إرهاق. دكتور السكري الحملي. السكر الحملي إذا كانت تعرضت للسكر الحملي هو استعداد يعني هو استعداد لمرض سكري، ليس مرض سكري ولكن هو استعداد، ولكن يفضل في بالنسبة للحامل التي تعاني من السكر الحملي ألا تتخذ قرار الصيام إلا بمراجعة الطبيب المختص. تماما. بالضبط. لأنه هي عندها أهبة لمرض سكري أكثر من غيره. تماما. إنذار. وبالنسبة للحمية بالنسبة للحامل نؤكد على أنه لازم تراجع أيضا طبيب المختص لزيادة كمية الفيتامينات المتناولة لديها، لأن جسمه بيكون بحاجة أكبر للفيتامين. بالنسبة ممكن نضيف للمرضع. المرضع أيضا لا يمكن يعني لا يوجد ما يمنع أن الصيام يجب مانع للصيام إلا إذا كانت لا تعاني من أي مشاكل أخرى، يعني تمام. إذا كانت المرضى لا تعاني من مشاكل أخرى لا يمكن يعني ممكن أن تصوم.
ومع الحرص على انه تتناول كميات كافيه من السعرات الحراريه، والحرص ايضا على تناول شرب كميات كافيه من الماء بالنسبه للمرضى. تماما دكتور. يعني الساعه البيولوجيه في رمضان تختلف، يعني حتى بقوله انه حل القضيه السوريه اكثر سهوله من انك تضبط النوم بعد رمضان عمليا. فالساعه البيولوجيه ليش بتختلف وشو في نصائحنا ما ندخل فيها المتاهه؟ عمليا هو الساعه البيولوجيه ضبطها بشكل عام هو عمليه صعبه تحتاج الى وقت طويل في غير رمضان، فما بالك في رمضان، يعني في رمضان عندنا التزامات مثل السحور اخرى، ولكن اذا يعني لانها هي مرتبطه بالهرمونات بشكل عام. ولكن اذا اردنا انه نصائح مثلا بالنسبه للساعه البيولوجيه، اولا لازم الانسان يحافظ على موعد الاستيقاظ كما اعتاد قبل رمضان، يعني لازم يستيقظ بنفس الوقت. ثانيا ممكن الانسان انه يتجنب النوم عند الظهر، انه ممكن انه يقول لك المريض انا متعب خلال النهار فلازم نام. اذا لم يكن معتاد على النوم خلال الظهر يعني فتره صغيره قبل رمضان لازم يتجنب النوم خلال. ايضا التجنب النوم بعد الفطار مباشره، كثير من الناس يعني تلجا الى الاستلقاء والنوم بعد الفطار، طبعا هذا ناتج عن الاكثار من الطعام بالاساس، يعني ممكن ان نعتبر الشعور بالخمول بعد الافطار هو مؤشر على انه الانسان عم يكثر من الطعام خلال الافطار. ايضا يجب الابتعاد عن النوم بعد الافطار مباشره، ان هذا سيؤدي الى صعوبات في النوم لاحقا. ننصح ايضا بممارسه تمارين رياضيه بعد الافطار بساعتين، هذا يعني يساعد على النوم. ايضا ان يمنح الصائم نفسه فتره من الاسترخاء والهدوء بعد مثلا صلاه التراويح، الابتعاد عن الضوضاء، الابتعاد عن الجلوس امام التلفاز والسهر لفترات طويله، الابتعاد عن الجلوس امام ساعات كمبيوتر، هذا يعني كله ينبه الدماغ بشكل كبير ويؤدي الى صعوبات في النوم. ان يحاول المريض يحرص يعني على النوم لساعات كافيه قبل السحور، يعني الانسان ما يجعل السحور هو نهايه اليوم، بل يجعله بدايه اليوم، يعني البركه في البكور دائما، لازم يكون عنده ساعات كافيه من النوم قبل السحور. هي النصائح كلها بتساعد على ضبط الساعه الفيزيولوجيه اذا كانت ولو مختلة قليلا، ولكن يعني هي ضبط الساعه بشكل عام هو صعب في ما عدا رمضان، فما بالك في رمضان. يجي يعني باتباع هذه النصائح ممكن ان يعني يساعد في ضبط الساعه الفيزيولوجيه. نعم دكتور. قبل الانهاء هل من نصائح، يعني بجوز انا ما غطيت في اشياء امور ما غطيتها، هل في نصائح مثلا انت بتلاقيها مناسب ان احنا نحكيها فيها؟ ممكن نصائح مثلا اذا بلشنا مثلا قبل الافطار، اذا حكينا مثلا عن ممارسه تمارين رياضيه، مثلا ممارسه تمارين رياضيه لازم تكون قبل الافطار في ساعه او بعد الافطار بساعتين، يعني الانسان لازم يتجنب تمارين رياضيه اثناء فتره خلال النهار لانه راح تؤدي الى جهد وتعب وعطش، ولازم يتجنب ايضا تمارين رياضيه بعد الافطار مباشره. بالنسبة عند الإفطار أنه يتجنب الإنسان شرب كميات كبيرة من الماء، يعني لازم الإنسان يشرب كوب واحد من الماء مع بضع تمرات، يعني التمر مفيد كثير بالحالة عدا عن كونه سمنة نبوية، التمر غني بالسكريات البسيطة التي يعني تمتص بسهولة وتصل للدورة الدموية بسهولة، وهذا ما يحتاجه الجسم يعني عمليا بعد ساعات صيام طويل. يتجنب أيضا شرب السوائل الباردة، السوائل الباردة تؤدي إلى تقبض المعدة وهذا يؤدي إلى عسرة هضم عمليا. إذا استطاع الإنسان يعني عنده جل ضبط إرادي ومثلا عطى نفسه فاصل قبل تناول الطعام مثلا يصلي المغرب مثلا، فهذا يعطي فرصة للمعدة لكي تستعد يعني لاستقبال الطعام. بعد أن يبدأ الإنسان مثلا بالسلطات والشربات الدافية، هذا كمان أيضا بيساعد المعدة على التنبه بالتدريج. بعد ينهي الصائم وجبته بالطبق الرئيسي وأيضا باعتدال، يعني لازم الإنسان دائما يعتدل بالطبق الرئيسي ويكون في نهاية الوجبة. يبتعد الصائم مثلا بعد الافطار عن النوم والاسترخاء، يبتعد عن شرب السوائل العصائر الجاهزه اللي هي عباره عن فقط سكريات عاليه واصبغه، يعني لا تحتوي اي شيء مفيد للجسم، ويستعيض عنها بالفواكه. نعم. ومننبه هون انه الفواكه يفضل اكلها طازجه ومن دون عصير، يعني ليش؟ لانه العصير يفقد الفواكه الالياف منها، بينما الفواكه اذا تناولها الانسان بدون عصير يعني يكسب الالياف وهي بتكون مفيده له في شهر رمضان. ممكن انه الانسان يتناول وجبه قبل النوم، وجبه خفيفه مثلا من التمر ومشتقات الحليب، ايضا هي تساعد على تجنب العطش لاحقا. اذا حكينا على السحور ممكن النصائح من اجل تجنب العطش مثلا، ممكن اول شيء الانسان انه يتجنب شرب كميات كبيره من الماء، نحاول الانسان خلال فتره المساء يشرب مثلا كوب كل ساعه مثلا، يعني هذا يعني بيعطي 6-8 اكواب من الماء يشربها كل ساعه وليس على دفعه واحده، هذا بيعطي الحاجه من الماء. يحاول الانسان يشرب كميه معتدله من الماء، ايضا انه شرب الكميات كبيره من الماء يؤدي يعني سيؤدي لفقدانها بسبب اختلال هرمونات الادرار، يعني ما راح يستفيد شيء لأنه الجسم ما بيخزن الماء بطبيعة الحال. يحاول الإنسان يكثر من الأغذية الغنية بالبوتاسيوم، البوتاسيوم يساعد على تنظيم سوائل في الجسم ويساعد. ما هي دكتور؟ مثلا الأغذية الغنية بالبوتاسيوم ممكن أقول الحليب، الموز، التمر، من الفواكه عندك أفوكادو، الكيوي، ممكن الفاصوليا، المشمش المجفف، هي كلها أغنية غنية بالبوتاسيوم، والبوتاسيوم يساعد على حفظ الماء في الجسم وتوازن السوائل بشكل عام. وبالمقابل لازم يبتعد عن الأغذية الغنية بالصوديوم، الملح، لأنه هذا تؤدي إلى خسارة الجسم للماء، يعني من الأغذية مثلا بنحط على رأسها الأجبان المالحة، اللحوم والبهارات مثلا، المخللات، الوجبات الرئيسية الجاهزة، يعني الأطعمة الوجبات السريعة مثل البرجر، البيتزا، كلها أغذية غنية بالأملاح.
بالنسبة مثلا ممكن نحكي للأطفال، الأطفال مثلا طبعا يجب يتجنبوا الصيام إذا كانوا مثلا أقل من 10 سنوات قولا واحدا، وطبعا هذا بعود لتقدير الأهل طبعا، ولكن أؤكد على تأخير السحور بالنسبة للأطفال، وأهميته بالسحور بالنسبة للأطفال أكبر من أهميته بالنسبة للكبار. تمام. خلال النهار أنه نحاول نجنب الطفل يعني النشاطات البدنية الزائدة، نحاول نستعيض عنها بنشاطات يعني مثلا فكرية كقراءة قرآن ومسابقات وغيره، هي يعني هي أهم النصائح بالنسبة لفترة السحور. دكتور بس بدي ارجع معك شوي على موضوع الصوديوم والبوتاسيوم، كل الاكلات والوجبات الجاهزه تكون فيها صوديوم، الصوديوم ما مشكلته مع الصوديوم؟ مشكله الصوديوم انه بيؤدي الى فقدان السوائل، يعني تنتقل السوائل من الحيز داخل الى حيز خارج والجسم يعني بيفقد السوائل تماما بسرعه يعني تماماً. لازم يعني هو عباره عن ملح لان الملح يمتص يعني يصير في شعور بسرعه، لازم يتجنب الاغذيه حتى خلال قبل السحور يعني حتى خلال مخللات ممكن نتناولها اثناء الافطار كمان لازم يبتعد عنها بشكل عام، وانه يحرص على الاغذيه الغنيه بالبوتاسيوم. طبعا وجبه كمان ان وجبه قبل النوم إذا كانت من مشتقات الحليب والتمر، كمان التمر غني بالبوتاسيوم كمان تعين على أنه الإنسان يعني ما يشرب العطش. بس نأكد مرة تانية على أنه شرب الماء بكمية كبيرة غير مفيد، يعني لازم الإنسان دائما خلال فترة المساء يحرص على أنه يتناول كل ساعة مثلا كوب من الماء، ما يشرب كمية يعني ممكن بيجي الصائم عند السحور يشرب لتر أو لترين ماء، هذا الأمر لن يفيد، يعني الجسم لا يحتفظ بالماء وسيؤدي لفقدان الماء بسرعة. كمان بننصح مثلا بالنسبة للمنبهات القهوة والشاي هي عبارة عن مدرات، كمان يجب الإنسان يبتعد عنها قدر المستطاع، يعني إذا لا بد الإنسان معتاد على القهوة أو معتاد على شيء يشربه لا يشربها طبعا عند السحور، إنه يشربها بعد الإفطار بساعتين إلى 3، وحاول يقلل منها قبل النوم ما يشربها لأنها عبارة عن مدرات وراح تؤدي إلى خسارة الجسم من الماء. نعم. اشكرك دكتور، نصائح حلوه ومفيده مختصره وسريعه، ان شاء الله نقدر نطبقها كامله لان كل واحد فينا عنده خطا من هذه الاخطاء. نتمنى لقائك ان شاء الله في صحه وخير في حلقات قادمه. متابعينا الاكارم، برنامج عليكم العافيه كما اقولها دائما ليس نصف ساعه فقط على التلفزيون، نحن نقوم بتحميل الحلقه على كافه وسائل الميديا الخاصه ببرنامج والقناه، ايضا للقناه تطبيق للبث المباشر على الجوالات يمكن متابعه البرنامج من خلاله لمن لا يتسنى له الحضور بشكل مباشر. ارجو ان نلقاكم بكل صحه وخير ورمضان كريم والسلام عليكم.